يا اهلا بيكم. احنا البروجكت بتاعنا هينفع في 2 سيناريو. اول سيناريو لو جات لك مكتبة وقالت لك انا عايزة اطلع قاعدة البيانات بتاعتي اونلاين، عشان انا عندي مثلا 7000 كتاب وعايز الناس لما تعمل سيرش تشوف هل الكتاب عندي ولا مش عندي وهكذا. هل انت لما تيجي تعمل ابلكيشن زي ده هتقول لهم هاتوا بقى واحد يكتب الكتب دي واحد واحد كده على قاعدة البيانات الاونلاين؟ اكيد لا، انت عايز تاخد الفايلات اللي عندهم اللي متخزنة فيها الداتا دي وتعملها على طول امبورت على قاعدة البيانات اللي عندك اونلاين او اللي في الابليكيشن بتاعك. البروجكت بتاعنا هيحل المشكلة دي. مشكلة تانية، هيجي عميل يقول لك انا عايز اشتغل طول اليوم اوفلاين وفي الاخر اليوم افتح النت اطلع الداتا كلها اللي انا كتبتها على الموقع او على قاعدة البيانات الاونلاين، فهيفضل شغال طول اليوم في فايل زي اللي مفتوح قدامنا ده، وبعدين في اخر اليوم هيعمل له امبورت على قاعدة البيانات اللي في الابليكيشن بتاعك. فتعالوا نشوف باستخدام ال HTML وال PHP ازاي هنحل مشكلة زي كده، وهنعمل قاعدة البيانات طبعا في MySQL. هنستخدم في الكورس ده ال Dreamweaver من اول CS5 وانت طالع، كله هيشتغل معانا كويس، او يعني كله هيبقى بنفس ال instructions اللي احنا هنشتغل بيها جوه الكورس. تاني برنامج هنحتاجه الوان بسيرفر، عشان احنا هنشتغل PHP طبعا، فمحتاجين يبقى فيه سيرفر على الجهاز اللي احنا شغالين عليه. احنا هنحاول نمشي خطوة خطوة ونقسم المهمات بتاعتنا ونعمل كل مهمة لوحدها، وبعد كده نشوف ازاي هنجمع كل الحاجات دي مع بعض عشان نوصل للهدف بتاعنا.